مرحبا، كيف حالكم؟ الفيديو اليوم من قلب الحدث مباشرة. دخلت لكم جوا الفرن علشان أفرجيكم الكيكة اللي قاعدة عم بعملها، وكانت رح توقع على إيدي. لما أشوف الموز صار لونه أسود ومستوي زيادة، دغري بيخطر على بالي الحلويات اللي بنعملها بالموز. رح نعمل كيكة موز كتير كتير زاكية بتشهي، بس اللي بيميزها الطبقة اللي فوق، طبقة فيها أشياء زاكية وأشياء مقرمشة. تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا الطريقة، ولا تنسوا اللايك وكومنتاتكم اللي بستناها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبدأ. كيكة كتير سهلة وكتير زاكية، بدي أعملها من فوق طبقة مقرمشة هيك عشان تكون مختلفة شوي. أول إشي بدي أحط عندي بيضتين، بدي أحط عليهم حوالي 3 أرباع كوباية من السكر، نص كوباية من الزبدة المذوبة، نص كوباية بتكون 100 جرام، ونص كوباية من الحليب. بدي أحط فانيلا، نخلط المكونات السائلة. طيب المكونات الجافة عندي 2.5 كوباية من الطحين، عندي 2 معلقة صغار من البيكنج باودر، حطيت أول معلقة وهي تاني معلقة، ورشة صغيرة من الكربون، وعندي رشة ملح وربع معلقة صغيرة من القرفة. بتقدر تحطوا قرفة أكتر، بس أنا بحب طعمة الموز هي اللي تطغى. ونيجي لأهم إشي بالكيك اللي هو الموز. شوفوا الموز وصل مرحلة مأساوية، بس الموز هنا مو خربان على فكرة، بس هو مستوي، وهيك بتضمنوا إنكم تاكلوا كيكة كتير كتير زاكية وطرية، وهيك فيها طعمة حلاوة من الموز. بدنا 3 موزات كبار مستويين زي هيك، شوفوا. وبأكد الموز مش خربان نهائي، مش خربان الموز، بس مستوي زيادة. 3 موزات كبار، اصلا انا بحب انه الموز يوصل لهي المرحلة، على طول بتخطر على بالي كيكة الموز، مش عارف. المهم انه بدنا نهرس الموز كتير كويس. اسمع، خليني اهرس الموز منيح ونرجع نكمل الكيكة. شوفوا هرسنا الموز كتير كويس، هرسناه على الآخر لأنه أحسن إنه يكون مهروس تماما، ما إله أثر بالكيكة، على إنه هيك تطلع لكم شقف وتكون مش زاكي. وهون المكونات الجافة بدي أخلطهم، بعدين مكونات السائلة. هلا حط الموز، بسم الله كليته. يعني عن جد مين مثلي هيك بحب الموز المستوي بالحلويات؟ كتير زاكي. وانا سمعت مرة انه الموز المستوي بيكون فائدته اعلى من الموز العادي، قصدي يعني اللي هيك بيصير عليه الاشي السودة من برا، يعني انه بيكون فائدته اعلى. حط المكونات الجافة كلها مع بعض مرة واحدة، بخلط هيك. خلصنا خلطة الكيك الأساسية، بس طايل علي بدي أعمل فوق طبقة مقرمشة برضو سهلة، مكونين بس بالنسبة لي حتعطي طعم كتير زاكي. هلأ بدنا نعمل الطبقة الأخيرة. مديت الكيكة بصينية وسط بايركس، وحطيت ورق زبدة علشان أريح راسي. مكونات الطبقة الأخيرة مش ضروري، بس هيك كتير زاكي وبتعطينا قرمشة. أول إشي عندي علبة بسكوت شاي، ممكن ما أستخدمها كلها، هيتها بدي أحطها بكيس وأكسرها تكسير خشن. ما أخذت كل العلبة، أخذت 3 أرباع علبة البسكوت وبكسرها هيك شوية تكسير خشن، وإنتوا قدروا بالنظر قديش بتحتاجوا لوجه الكيكة. شو بعمل؟ بدي أمد البسكوت فوق طبقة الكيكة. إذا في قطع كبيرة زيادة كسروها بإيديكم. وبعدين عندي شوكليت شيبس بيضة طبعا مخصصة إنها تدخل الفرن، ضروري كتير النوع المخصص إنه يدخل الفرن، وإلا بتنحرق معانا وبتعمل مشاكل. والشوكولاتة البيضة بتكون طعمتها فانيلا، فهي بتمشي كتير مع الموز. يعني تخيلوا أنتوا الطعمة، قرمشة البسكوت وشوكولاتة بيضة بالفانيلا، ومن جوا هيك طعمة الموز غنية. والمكون الثالث بصراحة أنا شفته قدامي فقلت أستخدمه، هو مو ضروري أبدا، بس
هيك فزلك يعني. خلص صرنا حاطين هالمكونات وحاطين اللي هو شوية من اللوز، تقدر تستخدم جوز طبعا، والجوز تقريبا قلبق يعني. وبرجع بقول الميكس هذا مع الكيكة الموز طعمه خطير. ما بدكم تحطوا مكسرات او لا تحطوا، بس جربوا حركة الشوكليت شيبس مع البسكوت. هلا جاهزين ندخلها الفرن على 180. كيكة الموز دائما وهيك شكلها لما طلعتها من الفرن، تاخد معاكم 45 دقيقة. دائما كيكات الموز بتاخد معانا وقت علشان تستوي، لانها بتكون هيك شوي رطبة من جوا، والافضل انكم تستنوها تبرد. بس انا للأسف دائما هيك بقطع الكيك وهو سخن، لانه يكون في كتير ناس حوالي بدهم ياكلوا. وهيني حطيتها بصحن. جربوا هاي الكيكة، رهيبة وكتير زاكية، والطبقة اللي فوق بتخلي طعمتها أزكى وأزكى كمان. إن شاء الله يكون عجبكم فيديو اليوم، أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، في أمان الله.